جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ وهل هناك أدلة على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الصحيح أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وذلك لما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، وهذا حديث صحيح يدل على وجوب الوضوء على من أكل لحم الإبل. نعم.